جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. بعض المستشفيات لا تهتم بأمر العبادة ولا تهتم بأمر التوعية الإسلامية ولا بأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنبيه المرضى إلى ما يجب أن يكونوا عليه تجاه ربهم. هل من كلمة يحفظكم الله؟ يجب على وزارة الصحة أن ترتب دعاة ومرشدين في جهاز الوزارة يتجولون على المستشفيات كما هو الشأن في الوزارات الأخرى. وزارة الدفاع والحمد لله فيها جهاز ديني، وزارة الداخلية، سائر الوزارات فيها أجهزة دينية تشتغل. الحرس الوطني فيه جهاز ديني كبير، كذلك يجب على وزارة الصحة أن تكون جهازا دينيا فيه من طلبة العلم من يغطون حاجة مستشفيات المملكة. هذا أمر واجب متحتم لا خيار فيه، لأنه يتعلق بالدين، بالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فيجب المبادرة بترتيب هذا الأمر العظيم. ثانيا، أذكر أنه صدر من دار الإفتاء نشرة فيها تفصيل لطهارة المريض وصلاته، فيجب أن تطبع هذه النشرة. يجب على وزارة الصحة أن تطبعها، وهي أرسلت إلى وزارة الصحة رسميا، فيجب عليها أن تبادر بطباعتها بصفة واضحة وأن توزعها على المرضى في سائر المستشفيات، لأن فيها تبصيرا لهم في أمور عبادتهم. ثم يجب على المرضى أيضا أن يسألوا أهل العلم وأن يهتموا بهذا الأمر. يأتيهم الزوار، عندهم التلفونات، يمكنهم الاتصال بأهل العلم وبطلبة العلم. الواجب أن يهتموا بهذا الأمر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا هل من كلمة للمستشفيات التجارية شيخ صالح؟ هذا يعم المستشفيات التجارية والمستشفيات الحكومية. طيب، أن تهتم بهذا الأمر من جميع النواحي. طيب. نعم، جزاكم الله خيرا. هل من دعوة لتصميم المستشفيات على أساس أن تكون فيها قاعة للمحاضرات ومكان ليكون مسجدا للمرضى شيخ صالح؟ هذه أمور تكميلية، إذا حصل شيء منها فهذا شيء طيب، وإذا لم يحصل فليست ضرورية. إنما الضروري إرشاد المرضى وهم على سرورهم وفي مراقدهم، أن يوصل إليهم الخير وأن يدور طلبة العلم عليهم ويتفقدوا أحوالهم الدينية، هذا أمر واجب. نعم، جزاكم الله خيرا. كيف تكون توعية النساء في المستشفيات يحفظكم الله؟ توعية النساء بالمستشفى، قصدك النساء المريضات؟ نعم نعم، أو العاملات، وليكن للجميع. المريضات كما يكون للرجال، طيب، يدور عليهن وعاظ، ومع وجود محارمهن أو مع وجود الممرضات عدم الخلوة، طيب، فيلقون عليهن المواعظ وهن محجبات ومتسترات، طيب، أو يكون في المستشفى مكبر صوت، نعم، ويوزع على الغرف، ويكون للكلمة وقت يلقيها طالب علم ويصل سماعها إلى بقية الغرف. وأما الممرضات منسوبات المستشفى، نعم نعم، فأيضا يعمل لهن توعية بواسطة التلفزيون المغلق. طيب، بواسطة التلفزيون المغلق. وإذا كان هناك نساء خريجات من كليات الشريعة أو من أصول الدين، وهن كثيرات والحمد لله، الحمد لله، فليقمن بهذا الواجب. نعم.